الآن مع القطاع الغربي، القطاع الغربي الذي يبقى فيه ترجي مستغنم يسيطر على الريادة، خاصة بعد التعادل الثمين الذي عاد به من سيج أمام هلال سيج. ميلوتواجين لقاء هلال سيج بترجي مستغنم اتسم بالتنافس الكبير والحماس المثير بالرغم من قلة الجمهور على مدرجات الملعب البلدي لمدينة سيج. الشوط الأول بين الجارين ترجي بلباس أخضر وأبيض والهلال بقمصان حمراء كان متكافئا، حيث تمكن الهلال من فتح باب التسجيل في الدقيقة السابعة بعد غلطة فادحة من الحارس الشرفي الذي مرر الكرة إلى برعروسي مهاجم سيج، وهذا الأخير لم يترك الفرصة ويسكن الكرة في الركن الأيمن من المرمى. أقل من 10 دقائق من بعد وعلى إثر غلطة هذه المرة من جانب دفاع المحليين، يتمكن الجناح الأيسر في تشكيلة الترجي بوشارب من تعديل النتيجة في الدقيقة 16. وهذه كيفية تسجيل هدف التعادل. سجل هلال سيج هدف ثاني في الدقيقة 56، لكن كروزات كان في وضعية التسلل حسب حكم اللقاء السيد بوتنزار. هدف في كل شبكة رغم مجهودات خط هجوم الترجي ووسط ميدان الهلال خاصة في الشوط الثاني هي النتيجة النهائية. وهذه انطباعات كل من بلعربي قائد فريق سيج وبن تركي مدرب الترجي. فريق معتبر مالاش برومي بوريا، إني با برومي بوريا، جو لو تير شابو إلا بيان جوي ويستاهل النتيجة التعادل هذه. أما احنا يفورو فوار بوكو تشوز إن شاء الله بإذن الله في المستقبل. التعادل هذا يا كما نقولوا احنا يا بليتي كيطابل، كيطابل، طحنا في فريق سيج ثاني لاباس به، لعب كرة نظيفة. نقول بكل صراحة اسم من ديبي سيزون حتى الآن هذا هو الفريق اللي وصلنا مشاكل. ونتائج المجموعة الغربية نستعرضها وإياكم. شباب مازون هدف، غالي معسكر صفر، اتحاد سوغر هدفين، اتحاد بشار هدف، وداد مستغانم هدف، سريع غيليزان صفر، اتحاد بلعباس هدفين، مولودية سعيدة هدفين، شباب بوكتب 3 أهداف، أولمبي أرزيو صفر، هلال سيج هدف، ترجي مستغانم هدف، اتحاد تيغنيف هدف، شبيبة تيارت هدف، اتحاد بشار الجديد هدف، شباب تيموشنت هدفين، في الريادة ترجي مستغانم ب 18 نقطة، في المركز الثاني شباب مازون ب 17 نقطة، وفي المركز الثالث أولمبي أرزيو رفقة مولودية سعيدة وشبيبة تيارت ب 14 نقطة.